فوضى المكملات والجيم. طبعا مش عيب ابدا ان انا يبقى عندي فورمه واعمل جيم وابقى عندي عضلات وعندي بودي بيلدينج، ولكن الطريق ليها بيبقى سهل جدا، مش زي ما الشباب بيعملوا، بياخدوا البطرمانات بتاعه الباودرز، بياخدوا الامينو، بياخدوا الهرمونات، وهما مش عارفين خالص ايه اللي بيحصل لهم من الحاجات دي كلها. فبنقول دايما اعلى نسبه دخل لشركه في امريكا في العالم عملت ريكورد في سنه 2018 من المكملات المضروبه. فبنقول دايما للشباب بلاش نمشي ورا هوس تناول المكملات بغرض ان انا اعمل فورمه او اعمل عضلات. بناء العضلات موضوع سهل جدا، بيعتمد على التغذيه بتاعتي من الدرجه الاولى، كميه بروتين محترمه جدا. في الطبيعي الانسان الشخص العادي اللي ما بيعملش مجهود رياضي بياخد 1 جرام لكل كيلو جرام من جسمه بروتين، ممكن يوصل 1.2. في الرياضيين النسبه بتزيد شويه، بيبقى 1.5 جرام لكل كيلو جرام من وزن جسمي. البروتينات بشكل اساسي او بشكل طبيعي موجوده في حاجات مهمه جدا، اللبن، البيض، السمك، الجبنه، الزبادي. بنقول دايما حاجه مهمه جدا الشباب بيجروا وراها اسمها الواي بروتين. الواي بروتين هو الكازين بتاع اللبن، هو الميه بتاعه الزبادي. لو خدت 2 أو 3 علب زبادي وانا ماشي على برنامج تقويه عضليه او برنامج بضخم بيه عضلات جسمي، ده كافي جدا ويغنينا عن بطرمان قد يكون صحي وقد يكون غير صحي، معلوم المصدر او غير معلوم المصدر. فبنقول دايما مش عيب ابدا ان انا اعمل فورمه، مش عيب ابدا ان انا يبقى جسمي مشدود، عضلاتي قويه، ولكن بالطرق الشرعيه. الطرق الغير شرعيه اللي هي استعمال المكملات بدون اشراف طبي، يعني اروح للدكتور اقول له ايه نوع المكمل اللي انا اخده. بنقول بالظبط في بعض المكملات المعتمده من وزاره الصحه اللي لها تراخيص معروفه كويس جدا، واللي ما بتضرش الكلى، ما بتاثرش على هرمون الذكوره، ما بتاثرش على حجم الخصيه. ومن اكتر المشاكل اللي بيعاني منها الشباب بعد 3 لـ6 شهور من تعاطي المكملات بدون اشراف طبي هي ضعف او صغر حجم الخصيه، وبالتالي ضعف في افراز هرمون التستوستيرون، وبالتالي الاصابه بالعقم. اللي اصعب من كده ضمور الكلى، اللي اصعب من كده الفشل الكلوي، اللي اصعب من كده تدمير الكبد. فبيبقى شاب في سن 15 لـ25 سنة وللاسف داخل في مرحله فشل كلوي بسبب الافراط او حلم ان يبقى عنده عضله ضخمه او يبقى بادي بيلدينج من غير اشراف طبي. للاسف بعض الجيمات او الترينرز ما بيبقوش على وعي كامل، وللاسف ساعات بيوصفوا بعض الادويه زي حقن بنسميها حقن ديكادروبيولين، وللاسف دي من اكتر الحاجات اللي بتعمل خطوره مباشره على العقم او الضعف الجنسي عند الشباب. فبنقول بلاش، لو بحب الترينر بتاعي، لو بحب الكابتن بتاعي، بلاش اصدقه في كل حاجه، لان مش كل الحاجات اللي بيقولها تبقى مدروسه كويس جدا، مش كل الحاجات بيبقى ليها فايده او ليها جدوى، وبالتالي خطورتها انا الوحيد اللي هشتكي منها مش حد تاني. فبنقول دايما المكملات الغذائيه في مجملها مش خطر ومش ضرر، ولكن لازم تكون تحت اشراف مباشر. مش اي حد يوصف لي اي بطرمان كبير او اي امينو او اي واي بروتين ابتدي اخده واخده بكميات كبيره، لان العواقب او التبعات هتبقى صعبه جدا. بنقول حتى في برامج الجيم، في برامج التمارين الرياضيه، بيبقى في برامج خاصه بحرق الدهون وفي برامج خاصه بتضخيم العضلات. برامج حرق الدهون بتبقى ان انا اشيل اوزان خفيفه تكرارات كتيره، بتبقى معظمها ايروبيك اكسرسايز، بتبقى معظمها تمارين هوائيه او تمارين تنفس. التمارين بتاعه التضخيم بشيل اوزان اتقل شويه تكرارات قليله، وفي وجبات باخدها قبل التمرين، في وجبات باخدها بعد التمرين. الحاجات دي كلها لازم اخصائي التغذيه هو اللي بيوصفها لكل واحد بناء على عمره، طوله، حالته الرياضيه وتقييمه الغذائي وتقييمه مؤشر كتله الجسم عنده. فبصفه عامه بنقول قبل التمرين بناخد وجبه غنيه جدا بالكربوهيدرات، وبعد التمرين بناخد وجبه متزنه من البروتين والكربوهيدرات. في حاجه مهمه جدا اثناء التمرين لازم نهتم بيها، حاجه بنسميها المشروب الرياضي. ده اللي بيخلي عندي طاقه عاليه جدا اثناء التمرين، وبيخلي امكانيه الحرق عندي في التمرين عاليه. ببساطه شديده جدا 4 برتقانات نكملهم بلتر ميه ونحط عليهم نص معلقه ملح، وده يمكن في علم الرياضه وعلم الرياضيين حاجه معروفه جدا. فباختصار شديد جدا بلاش نجري ورا هوس المكملات، بلاش ناخد الواي بروتين الباودر من غير اشراف طبي، بلاش ناخد هرمونات او حاجات لتضخيم العضلات من غير اشراف طبي، لان العواقب او المضاعفات الصحيه بتبقى خطيره جدا.